irhuhurr.org. العاشرة صباحا حسب توقيت بغداد. أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر. تغطية لآخر المستجدات والأحداث. متابعة لأهم التطورات. إذاعة العراق الحر. أن تسمع الحقيقة. صباحكم بكل الخير والمحبة والسلام. أهلا بكم أينما كنتم إلى برنامج أوراق الصباح الذي يأتيكم على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة العراق الحر من الاثنين إلى الخميس من كل أسبوع في تمام الساعة 10 بتوقيت بغداد، ويستمر لمدة ساعة ونصف. سنكون معكم خلال هذه الفترة الصباحية الزميل المخرج ياسين وأنا محدثتكم سمير علي مندي. فأهلا ومرحبا بكم. أوراق الصباح لهذا اليوم الاثنين يتناول ويتضمن متابعة لتطورات الأوضاع في المحافظات السنية، بالإضافة إلى ورقتين رئيسيتين ضمن أوراقنا الإخبارية. الورقة الأولى تسلط الضوء على واقع الأرملة العراقية في ظل الظروف الراهنة، أما الورقة الثانية فستكون عن قرار الحكومة العراقية حجب تطبيقات الاتصال المجاني على الإنترنت وتأثير ذلك على حياة العراقيين. سؤال اليوم يقول: برأيكم هل ساهم حجب تطبيقات الاتصال المجاني على الإنترنت في دعم المجهود الأمني؟ بإمكانكم الاتصال على الهاتف المباشر لبرنامج أوراق الصباح 0750-605-0560 للإجابة على هذا السؤال أو التعليق على المواضيع التي سنطرحها اليوم.